مكروهات الصلاة. بعد أن انتهينا من فرائض الصلاة وسنن الصلاة، ننتقل معكم إلى مكروهات الصلاة. والمكروه هو ما يثاب المصلي على تركه امتثالا لأمر الله، ولا يعاقب على فعله ولكن يعاتب. فترك تكبيرات الانتقال مثلا مكروه، لأن الاتيان به سنة، وترك الافتتاح بالتوجه أيضا مكروه، لأن الافتتاح به سنة، إلا أن ثمة تصرفات خاصة يسن للمصلي أن يجتنبها ويكره أن يقع فيها، وسنذكر أهمها. ولكن قبل أن نبدأ الدرس، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب إذا عجبك الفيديو، وإذا عندك سؤال اذكره في التعليق أو شجعنا بتعليق يحفزنا. لنبدأ الدرس. أول هذه المكروهات الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يتلفت، فإذا تلفت انصرف عنه. ولأن التلفت ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. ثانيا، رفع بصره إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ثم قال: لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم. ثالثا، كف الشعر وتمشيط أطراف الثياب أثناء الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. والسنة إرسال ثيابه على سجيتها. رابعا، الصلاة عند حضرة طعام تطوق نفسه إليه لانشغال نفسه بما يفوت عليه الخشوع في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. خامسا، الصلاة عند حصر البول أو الغائط، لأنه لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع والحضور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والأخبثان هو البول والغائط. سابعا وأخيرا، الصلاة في الأماكن التالية: تكره الصلاة في الحمام والطريق والسوق والمقبورة والكنيسة والمزبلة وأعطان الإبل، وهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل. والسبب في ذلك لأنها نجسة أو انشغال القلب في بعض الآخر. إذن هذه هي المكروهات التي يجب على المسلم أن يجتنبها في صلاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب بالقناة والاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد والتعليق تشجيعا لنا. هذا محدثكم زاهر من قناة الوعي والمعرفة، تحياتي لكم والسلام عليكم. الوعي والمعرفة طريقك إلى المعرفة. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.